بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. كم استغرق فتح المغرب؟ ولماذا توقفت فتوحاته أكثر من مرة؟ لماذا كثرت أسماء أبطاله؟ ولماذا احتاج الفاتحون لإعادة فتحه؟ ومن الذي استقر له أمر المغرب؟ هذا ما نراه إن شاء الله بعد قليل، فكونوا معنا. استغرقت فتوح المغرب حوالي 70 عاما، قريب الأمر قريب مما استغرقته فتوح السند كذلك. واحتاج المغرب لإتمام فتحه إلى أكثر من 10 حملات إسلامية. طبعا المغرب مساحة طويلة وواسعة ومنتشرة، بداية من مصر وحتى سواحل الأطلسي، وكانت الإشكالية أمام المسلمين تنبع من أمرين. الأمر الأول هو أن هذه المناطق كانت تابعة للدولة البيزنطية، والأمر الثاني هو أنهم يواجهون شعوبا جديدة وهي شعوب البربر أو الأمازيغ. لمحاولة تبسيط الصورة ويعني لكي نيسر على أنفسنا فهم هذا التاريخ، نستطيع أن نقسم فتوح المغرب إلى 3 مراحل. المرحلة الأولى نسميها ما قبل عقبة بن نافع، المرحلة الثانية مرحلة عقبة، والمرحلة الثالثة ما بعد عقبة بن نافع. طبعا عقبة بن نافع هو فاتح المغرب الكبير، وعقبة ليس بصحابي وليس من الصحابة، هو من التابعين، ولكنه كان موجودا في جيوش الفتح. يعني عقبة كان موجودا في الجيش الذي فتح مصر، لكن قبل مجهودات عتبة بدأ فتح المغرب منذ انتهى فتح مصر. لأنه عمرو بن العاص رضي الله عنه بمجرد أن فتح مصر بدأ يتتبع برقة، ثم يعني تمدد إلى الشرق لكي ينهي الموانئ التي تتبع الدولة البيزنطية والتي تحميها وتوجد فيها قوات تابعة للدولة البيزنطية، كنوع من التأمين لما جرى في فتوح مصر ومحاولة يعني تجنب أن يحاول الروم من خلال البحر استرداد هذه الأماكن مرة أخرى. فهناك عند سيدنا عمرو بن العاص في عام 23 هجرية كان فتحه لبرقة، وتمدد الفتح إلى طرابلس التي هي موجودة الآن في ليبيا. هذا في عصر سيدنا عمر بن الخطاب. ثم في عصر سيدنا عثمان بن عفان كان الوالي على مصر عبد الله بن سعد بن أبي الصرح. عبد الله بن سعد بن أبي الصرح قام بحملة أخرى، قام بحملتين، لكن الحملة الثانية منهما هي الحملة التي حرر فيها مدينة سبيطلة. ما أهمية سبيطلة؟ سبيطلة كانت مدينة هي الآن في تونس طبعا، وهي إلى العمق ليست على الساحل. ولهذا قصة، هو أنه كان يتولاها رجل تسميه الرواية العربية جورجير. هذا جورجير كان واليا تابعا للإمبراطورية البيزنطية، لكنه أراد أن يستقل عنها. ولما أراد أن يستقل عنها انسحب من قرطاجنة، لأنها مدينة ساحلية، إلى مدينة سبيطلة في الداخل لكي يتجنب هجوم الروم عليه من خلال الأسطول. فصارت له قاعدة في داخل الأرض المغربية أو التونسية بالتقسيم المعاصر. وطبعا كان رجلا وحاكما مهابا وطاغية ومستبدا، وبطبيعة الحال يعني الذين لديهم طموحات الزعامة ويستطيعون انتزاع بعض الدول من إمبراطوريات قوية لابد أن يكونوا على هذا المستوى من الكفاءة يعني. فهنا عبد الله بن سعد بن أبي الصرح توجه مباشرة إلى سبيطلة التي كانت عاصمة جورجير، والتي كانت مركز القوة البيزنطي الموجود في هذه المنطقة. دارت هناك معركة في عام 27 من الهجرة. هذه المعركة عرف جيشها بأنه جيش العبادلة. ليه جيش العبادلة؟ لأنه كثرت فيه أسماء عبد الله، فكان يشارك فيه من الصحابة عبد الله بن الزبير، وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن عمرو بن العاص، وعبد الله بن عباس. فعدد من طبعا أحيانا يقولون هم 4، وهناك من يزيد فيهم إلى 7.
وشارك فيها طبعا عبد الملك ابن مروان، طبعا لم يكن خليفة في ذلك الوقت. المهم جيش العبادلة هذا انضم إليه فيما بعد مدد كان قائده عبد الله بن الزبير، وجاء عبد الله بن الزبير بالفكرة التي جاءت بالانتصار. هذه الفكرة كانت الجيوش تتقاتل منذ أول الصباح، فإن جاءت الظهيرة كانت الجيوش قد أنهكت وتعبت فينسحبون إلى مواقعهم دون تحقيق نصر حاسم. فاقترح عبد الله بن الزبير أن تبقى فرقة من خيول المسلمين لا تمارس القتال في أول النهار، وتظل حتى تأتي موعد الظهيرة فينهك الجيشان، فوقت عودتهم إلى الخيام يواصلونهم الحرب. وقادهم عبد الله بن الزبير بنفسه، وفي مفاجأة غير متوقعة من قبل جرجير وجد أن الجيش الإسلامي ما زال يواصل القتال، وأن هناك فرسانا لم ينهكوا بعد، فهزموا وقتلوا وفتحت مدينة سبيطلة التي كانت آخر معاقل النفوذ الرومي الكبيرة في منطقة المغرب العربي. هناك حملات أخرى يعني أقل من هذا، لكن يكفينا على الأقل أن نعرف أن المرحلة التي سبقت مرحلة عقبة بن نافع وصل فيها المسلمون إلى مدينة سبيطلة. الآن تحدث فتنة في قلب العالم الإسلامي، وهي الفتنة التي جرت من بعد مقتل سيدنا عثمان، ثم النزاع الذي كان بين سيدنا علي وسيدنا معاوية، وسيؤثر هذا كله على فتوح المغرب فيما سنراه بعد قليل. توقفت فتوحات المغرب مع الفتنة التي استمرت في العالم الإسلامي منذ عام 35 هجرية إلى عام 41 هجرية. طبعا عام 41 هو عام الجماعة، حيث اجتمعت الأمة تحت خلافة معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه. في طول هذه الفترة السابقة كانت ولاية المغرب ولاية تابعة لمصر، يعني كما كان يحدث في فتوح السند وفتوح ما وراء النهر، الوالي المشرف على هذه الفتوح هو والي العراق، كذلك كان الوالي على مصر هو المشرف على فتوح المغرب. لاحظ عقبة بن نافع وكان معتزلا هذا الصراع، وهو يعني هو كان موجودا كقائد لحامية برقة منذ وقت طويل، وجد أن توقف الفتوحات في المغرب يعيد من أسلموا إلى كفرهم مرة أخرى، لأنه كما تعلمون دائما تحتاج الفتوح إلى ما يمدها بالعلماء والدعاة ومن يعلم الناس أمر دينهم، وإذا طلب الناس الأمد ولم يكن الإسلام قد ثبت في قلوبهم فقد يعودون عنه، وهذا ما حصل في المغرب. فقرر عقبة بن نافع أن يبني مدينة جديدة تعد مركزا إسلاميا متقدما، لأنه طبعا ليس بالسهل مسألة بناء مدينة، لابد أن يكون المسلمون وصلوا إلى نوع من الاستقرار، ليس من السهل أن يقيموا في مدن سابقة لأنه الأمور تحتاج أمانا. وحتى هذه الفترة كان المسلمون لم يبنوا كمدن إسلامية إلا البصرة والكوفة والفسطاط في مصر، وهذه هي القيروان. ففكر عقبة بن نافع في إنشاء القيروان، بدأ في إنشائها سنة 50 للهجرة وانتهى من إنشائها سنة 55 للهجرة، وبالتالي صارت القيروان مركزا إسلاميا متقدما موجود يسكنه العرب، ومن أسلم وثبت على إسلامه من قبائل المغرب البربر أو الأمازيغ، وبدأت تكون منطلقا للفتوحات في سائر المغرب. الأمر الثاني الذي حققته مدينة القيروان أنها فصلت ولاية المغرب عن ولاية مصر، يعني لم يعد الوالي في مصر يشرف على ولاية المغرب، وإنما صارت ولاية المغرب ولاية أخرى مستقلة. عند سنة 62 سيدنا معاوية بن أبي سفيان في عهده أرسل، كان وليها على مصر معاوية بن حديج، وكان عقبة بن نافع في ذلك الوقت قاد حملة أخرى من حملات الفتوح، لكن أقوى حملة قادها عقبة رضي الله عنه هي التي انطلق فيها من القيروان وصار في فتوح سريعة خاطفة حتى بلغ آخر المحيط الأطلسي، يعني عند طنجة
ثم خاض فيما بعد المحيط الأطلسي وقال فيها كلمته المشهورة: اللهم إني لو كنت أعلم أن خلف هذا البحر أرض لخطوه في سبيلك، لخطوه حتى أغزوها في سبيلك. وقفل راجعا وخاض في أعماق المغرب الأقصى وأعماق القبائل المغربية، وكان حاكم طنجة كان اسمه يوليان قال له إن هذه الأماكن لم يغزوها أحد قط، وهؤلاء القوم لم ينتصر عليهم أحد قط. فقام بجولة في الفتح ثم قفل عائدا مرة أخرى إلى القيروان. في هذا القفول وهو راجع إلى القيروان كان يعني كان عقبة محاربا، وكان محاربا أكثر منه سياسيا. وأحد آثار هذه المشكلة أنه تجمع عليه أعداؤه فأعدوا له كمينا فقتلوه، قتله زعيم قبيلة مغربية اسمه كسيلة. وهذا الرجل كان عقبة قد أساء إليه فيما قبل. الوالي الذي كان قبل عقبة كان اسمه أبو المهاجر بن دينار، وأبو المهاجر كان سياسيا أكثر منه عسكريا. فأبو المهاجر هو الذي فتح منطقة هذا الرجل ففتحها بالصلح وأنزله منزلا حسنا، لكن خلاف السياسات بين عقبة وبين كسيلة هذا تسبب في أنه كسيلة صار يعادي عقبة. المهم أن عقبة رحمه الله استشهد في هذه الموقع. فهنا تبدأ مرحلة ما بعد عقبة في فتوح المغرب. مرحلة ما بعد عقبة يظهر فيها ثلاث أسماء مهمة. الاسم الأول هو زهير بن قيس البلوي. زهير بن قيس تولى بعد عقبة، وكانت مهمته هو إخماد هذا التمرد الذي قاده كسيلة، واستطاع بالفعل أن ينجح في إخماده وأن يقتل كسيلة وأن تدين له مرة أخرى هذه القبائل المغربية. لكنه حينما عاد إلى الشرق فوجئ بمجموعة من الروم تغير على عند طرابلس، تغير على هذه الأنحاء، يبدو أنها قادمة من الإمبراطورية البيزنطية أو لعلها من قوات الفلول الرومية في تلك المنطقة، فأوقعوا بزهير بن قيس البلوي واستشهد أيضا رحمه الله. تولى المغرب بعده حسان بن النعمان. وحسان بن النعمان أيضا من القادة الكبار الفاتحين، واستطاع أن يسيطر على المغرب وأن يعني يرسخ النفوذ الإسلامي فيها، إلا أنه تعرض لتمرد شديد تقوده امرأة تتزعم يعني قسما من قبائل صنهاجة وسمتها الرواية العربية الكاهنة. هذه الكاهنة استطاعت، كانت زعيمة وشخصية قوية، واستطاعت أن تجند خلفها رجال قبيلتها، واستطاعوا أن يحققوا عددا من الانتصارات على حسان بن النعمان إلى الحد الذي جعله يتراجع إلى برقة وينتظر المدد الآتي من الخلافة. وحين أتى المدد من الخلافة استطاع أن يحاربها وأن ينتصر عليها ويقتلها. لكن جاء بعده فيما بعد موسى بن نصير، وموسى بن نصير هو القائد الذي سلمت له المغرب واستقر فيها أمر الإسلام في عهده. قد أعاد فتح وترسيخ المناطق التي فتحها عقبة بن نافع، ولكن بهدوء وتؤدة وببطء شديد. يعني ما فتحه عقبة بن نافع في شهور ظل موسى بن نصير يرسخ الإسلام فيه في 7 سنوات، وفتح مناطق داخلية لم تكن قد فتحت بعد. وبهذا تم فتح المغرب العربي، وصار المغرب بلدا عظيما من بلاد الإسلام. لا يزال المجاهدون يضربون لنا المثل في علو الهمة. قد رأينا في فتوح المغرب كيف أن عقبة بن نافع سلك طريقا لم يسلكه أحد من قبله، وقاتل أقواما لم يقاتلهم أحد من قبله، وانتصر عليهم ونشر الإسلام في هذه الأنحاء، ثم خاض بخيله في المحيط الأطلسي وقال: اللهم لو كنت أعلم أن خلف هذا البحر أرض لخطه في سبيلك. الحقيقة أن الجهاد يحتاج إلى همة عالية، همة كهمة أجدادنا الفاتحين. ولا نقول إلا أن الأمة نهر متصل، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمتي كالغيث لا يدرى أوله خير أم آخره. وقد رأينا في واقعنا المعاصر أناسا كثيرين إنما كانوا مثلا في علو الهمة، وأبرزهم أو من أبرزهم
الشيخ الشهيد أحمد ياسين رضي الله عنه، وكيف يؤسس حركة مقاومة في ظل ظروف مستحيلة وهو القعيد المريض الكبير الذي يعاني كثيرا من الأمراض، ولكنه كما قيل فيه بحق رجل قعيد أيقظ الأمة، فمتى يتحرك؟ صحيح الجسد قعيد الهمة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.